من خلال خدمتنا مع الأطفال العراقيين. عم نجهز الأطفال لتحضيرات الميلاد، منحط الشجرة، منزينها، منحط المغارة، وبنفس الوقت عم نعطي الأطفال قصص الميلاد، ميلاد يسوع المسيح في مغارة من وقت البشارة لتاريخ الميلاد. طبعاً كل طفل بعبر عن القصة اللي تعلمها بالرسم. أضل أطفال عراقيين، أطفال عراقيين تعرضوا لصدمات نفسية، منهم صدمات نفسية اللي هي فقدوا فيها آبائهم. طبعاً من خلال الرسم، طفل رسم الطفل يسوع في مذود ورسم جنبه طفل آخر، أدريان. أدريان هو طفل فاقد لأبوه. أدريان لما رسم نفسه جنب الطفل يسوع، ليش أدريان رسمت الطفل الثاني؟ ما هو طفل واحد ويسوع إله واحد هو الولد، ليش رسمت هذا الطفل؟ أدريان حكى إنه أنا بدون أبو، وإنتوا علمتونا إنه يسوع هو أبونا، يسوع هو إلهنا، يسوع هو اللي بحبنا، يسوع هو اللي بيعتني فينا، يسوع هو اللي بيهتم فينا، علمتونا رجاءنا هو وأملنا هو وطموحنا هو. أدريان لما رسم نفسه حكى يسوع هو اللي راح يهتم فيي، وأنا واثق إنه يسوع هو بيرعاني، بيرعى أخوي، بيرعى أمي. أدريان كان طفل عاش صدمة نفسية أثرت على حاله، على نفسيته كثير، لكن من خلال المركز، من خلال مراعاته، من خلال متابعته، أدريان قدر يطلع من الصدمة النفسية اللي هو فيها. لكن من قصة الميلاد قدرنا نعرف ونفهم إنه هو أدريان عنده رجاء، عنده محبة، هو عارف إنه يسوع هو أبوه، هو اللي راح يرعاه، هو اللي راح يهتم فيه، هو راح يكون معاه. عشان هيك ميلادنا بيسوع المسيح نهتم فيه كيسوع إجا على الأرض تجسد، كأبو سماوي إلنا، كأبو روحي، كأبو رحمنا، كأبو فدانا، كأبو خلصنا، كأبو إجا على الأرض عاش بلا خطية ومات حامل كل خطايانا. الميلاد هون علمنا إنه يسوع هو إلهنا الحي، يسوع هو أبو كل البشرية الموجودة على الأرض، إنه يسوع هو إجا عشان كل الناس الصالحين والطالحين، يسوع هو إلهنا، يسوع هو أب لكل واحد فينا موجود على الأرض. زي ما أدريان أخذ يسوع هو أبو الروحي، هو أبوه الأرضي، هو أبوه الجسدي، كمان نفس الإشي إحنا كبشر ناخد يسوع هو أب إلنا جميعا. آمين. في يوم من الأيام في أمريكا كان هناك في سيدة غنية، وهي السيدة كانت متجهة لمتجر، لسوبر ماركت كبير، حتى تشتري هدايا لعيد الميلاد لأولادها. وبلشت هاي السيدة تبحث في هذا المتجر على هدايا مميزة ومختلفة وما اشترت مثلهم من قبل لأولادها. دورت ودورت ودورت لحد ما يأست واستسلمت في الأخير، لأنه كل الهدايا وكل الأشياء اللي كانت عم بتشوفهم عندها مثلهم من زمان. وبعدين وهي عم بتحاول يعني تدور، شافت هديتين غالين ومش كتير حلوين، ولكن خلص لأنها استسلمت وما عندها أي حل اضطرت إنها تشتري هدول الهديتين. والهدية كانت مكلفة جدا، بحوالي تقريبا يعني $1000 أمريكي الهدية الوحدة. حملت هدول الهديتين واتجهت حتى تدفع وتحاسب عن هاي الهدايا. لما وصلت عند منطقة الكاش حتى تدفع مصاري، وبسبب موسم الأعياد تفاجأت بأنه في أمامها يعني دور طويل من الأشخاص اللي بدهم يدفعوا ويحاسبوا على الأغراض اللي اشتروها. وقفت وانتظرت على هذا الدور، وبلش الدور يمشي شوي 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 شوي، وكان في أمامها ولد وبنت صغار، وواضح أنه يعني هدول الطفلين يعني حالتهم المادية ضعيفة، لأنه ملابسهم وشكلهم كان يوحي بأنهم فقراء ومحتاجين ماديا. الولد والبنت كانوا حاملين حذاء بسيط، وكانوا بدهم يروحوا لمنطقة الكاش حتى يدفعوا عن هذا الحذاء، وكانوا هم يقفوا تماما أمام هاي المرأة. وصلوا هاي المرأة والطفلين اللي أمامها لمنطقة الكاش. المرأة حزينة ومش عارفة شو بدها تعمل، ولكن خلص استسلمت وبدها تأخذ الهدايا، وهي في هاي الحالة عم تتطلع على الطفلين حتى يدفعوا المصاري أمام صاحب المتجر أو الشخص اللي بدفعوا عنده الحساب.
وبعد طول انتظار على هذا الدور وصلت هاي المرأة مع الطفلين اللي أمامها إلى منطقة الكاش، وهذول الطفلين كانوا زي ما حكيت معاهم حذاء ومعاهم مبلغ فقط هو عبارة عن 3 دولار. الأطفال الصغار طلعوا مصاري حتى يحاسبوا على الحذاء اللي شارينه، ولكن للأسف المصاري اللي كانت معاهم ما كفت حتى يشتروا هذا الحذاء. هذا الحذاء كان سعره 10 دولار وهم كان معاهم بس 3 دولار، ماسكينهم في إيديهم وبدهم يشتروا هذا الحذاء. السيدة شعرت بحزن شديد ويعني رغبة بأنها تساعد هدول الأطفال، فمباشرة طلعت من جيبتها مصاري وحاسبت هذا الشخص وحكت له خلص أنا بدفع فرق المبلغ وخليهم يأخذوا هذا الحذاء، وهي كمان دفعت مقابل الهدايا اللي شرتهم وطلعوا من المتجر. وعند باب المتجر هاي المرأة بلشت تحكي مع هدول الأطفال الصغار وتتعرف عليهم، وحكت لهاي البنت هذا الحذاء اللي انت شريتيه يعني هو حذاء نمرة كبيرة وما بتيجي على رجلك، انت بنت صغيرة. فحكت لها مزبوط، لأنه أنا شريته لأمي اللي هي مريضة كتير وكان صعب أنها تيجي على هذا المتجر، أمي تعبانة ويمكن تموت بأي لحظة، وأنا حابة أشتري لها هذا الحذاء حتى لو ماتت وراحت عند يسوع تكون لابسة حذاء جديد. بتعرفوا كيف تعبير الأطفال والمشهد عندهم بيكون غير عن ما إحنا منفكر فيه. هاي المرأة حزنت جدا، وهاي المرأة يعني تأثرت بهذا المشهد اللي خلاها تعيد التفكير مرة أخرى بمعنى الميلاد. امرأة غنية جدا تصرف مبالغ كبيرة على الميلاد، إن كان في مناسبات الميلاد أو بهدايا الميلاد، ولكن لأول مرة كانت عم بتشوف الميلاد بشكل مختلف، الميلاد اللي فيه حب للآخرين وفيه مساعدة. بهاي القصة بنتعلم إنه بفترة الميلاد نتطلع حوالينا ونشوف في حوالينا ناس كتير محتاجين مساعدة، محتاجين عطف، محتاجين حنان، وإحنا مرات حتى مصارينا بنصرفها على أمور يمكن لو ساعدنا فيها ناس رح نفرحهم أكتر. فمعنى الميلاد الحقيقي هو مش بس إني أشتري هدايا وأفرح في الميلاد، ولكن معنى الميلاد الحقيقي إني أفرح الآخرين وأنا أجعل الميلاد هو فرحة في قلوب الآخرين. حوالينا ناس كتير محتاجين، حوالينا ناس كتير محتاجين فقط هدية بسيطة من عنا، فأنا وإنت في الميلاد مدعوين مش بس نأخذ، ولكن أيضا نقدم ونعطي للآخرين حب ونقدم ما عنا من مساعدات حتى نفرح فيها هاي الأشخاص اللي بتحتاج لعطف وحنان ومساعدة.